اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انه لاول مره في مصر يتم انتاج وحدات التكييف المركزي بمصنع هاير مؤكدا ان الفتره القادمه ترتكز على دور القطاع الخاص الرئيسي في دعم الصناعه بمصر وخلال مؤتمر صحفي عقده بمدينه العاشر من رمضان اوضح مدبولي ان الدوله خصصت الرخصه الذهبيه لدعم قطاع الصناعه لسرعه انجاز التراخيص لمصانع القطاع الخاص والنهارده هذه الشركات العالميه بوجودها في مصر هي رساله ثقه كبيره جدا في الوضع السياسي والاقتصادي للدوله دي اللي يخلي شركات بهذا الحجم الكبير جدا انها تقرر انها تفتح مصانع مش مصانع انها تخدم مصر ولكن مصانع اقليميه هدفها انها تغطي جزء من احتياجات السوق المحلي وكمان تصدر للخارج الشيء المهم جدا يمكن حضراتكم بدانا في مصنع هاير انه بيتم انتاج لاول مره في مصر وحدات التكييف المركزي والوحدات دي يمكن من اربع شهور او ثلاث شهور لما انا كنت بزور المصنع ولسه هم بينشئوه طلبت من رئيس الشركه بصوره رسميه ان هذا المكون او هذه الصناعه يبقى موجوده هم كانوا بيتكلموا على التكييفات المنزليه فورا النهارده الحقيقه وراني الخط الانتاج اللي هيبدا بالفعل او بدا بالظبط التجارب التشغيليه وهيبقى ان شاء الله على شهر خمسه بينتج فعلا وحدات التكييف المركزي. الاهم ان انا طلبت منه انه يبداوا ينشئوا وحدات التكييف العملاقه اللي هي بتخدم على مباني كامله او الوحدات اللي احنا بنسميها التشيلرز. وان شاء الله برضو يعني هيتم تخصيص ارض ليهم وهيتم تنفيذ هذا المصنع خلال هذا العام.